مرحلة صوم مرنا شنت سنة هدو قدام بيسي إن وحن كبل عوي وحيابي قدرنا أن هيسلو حي هاي فرقلين شيشية بعدما أنكر قيب سنين أو تد كانوا قبيل قيب سنين أو قار كان أي يرهدين واقع أني أنت كلا أي كلا إردوبين دي دولة ده دناها كلا ورعن صوماليا ما جو جينا يا المركز إني كفى إذا استن حال داس حال داس أو أه إني فرقليان حال داس أدو أد ليدتو إني فرقليان إن أن كل وضع مره أن ويديستو إن أن نقرنا درس وناك إن أن لها أنه صاحبا نقرنا فرقلين تا أي نجا جو جيان أو أين المرضى بأدو القادنين أدو القادن دونين إنما هيرتي وحيرو فرقلين سادوكتيين وحن كبل على كينيا وحن كبل على إثيوبيا جيبوتي انت درس كنا لا او كل غوبة حقيقة درس عن هاي لو نباهي هاي انا وضع نوال عنه او درس وانا كوضع نوال عنه ايو سكاشي ايو وضع قبس وحي هرو جري عددي ان قان نينا لغا تنازلو او لس احترامه او سي من لو وضع شخيصته لصنع عاوية واحد اكتهيل ان صومالي دو مركي وصعدان كينيا ميل وجير لي هذا انه وين جري لح ساعة دور سفر كمقدشة إلا كينيانا اي وصعون جري انت دوا ساعة دور مركي ويرتهاي كباه لغا سيبه وجير حدنا كباه لغا سيبه ضدك ماشا اللي راهدو نيروبي ارنتاس كومبلين يعني كجيريي بعدما يجا مواطنين توضا اما ديارادو هدوما أي توس إيه ماذا؟ سأصدرتنا إن إلا جوجيو سعودال خاص خلدن والله متقع قفك حلقة كتجة أو يرب آذو كلا وحكوحي جي سعيلنت هودة صومالية أو لا يكون ترولاي أو لا جمع مولاي مجال نيروبي مدو لحي الله باتن صراحة أو سند بسند أي ودي بعيه بعدما فربلاي كنا هيستوه أي تهاي political instability أين أوقع في هذه الجرة؟ وحن كوكا صبني إن ذلك كينا وأننا عسكرة أننا أن مولنا حقيقة أن ما أنت وحن يصنع قلب كافي عن دولة درس كا أي هيستا وحن تصدر دولة درس كا مركي حدوده ذا أي دمعان إن كردستان أو أي سلك أم درب كوري جيان وحال سارة جدي بورد كوميشن اللي راهدو دولة كينيا وحي بلاوضي إني سميسو حدود شبأة أما نجحة أنه أنا وضعتشن ونكيشين أرين تاسنا وحوي وح صفر انتقين التابان أي وي محايا لي منا قارنو حريق ذا لديقا أيو سوهين تلديقا أي منا قارنو أو لقد نسايا وحا انتاس كوحيبتي وادوكتهين ومدر قادتي إذا قيب كأه صفر انتقى صوماليات أو أباهن إن سياسة الوحلي أباهن إن سياسة الوحلي وهي هي مرنك بده أنا وأن قليني أو أن لقل لكي أو كي آمنتي إن بدي سيني أنا سيديني أو أن أسيديني كي أو إميالو بكوكورتي ممرندم of understanding لو صحيحي تاسو هنتي وليس بدن أني خاصة نبوء أهي أو بريشر أنا سهل أهي أها أو هديت أهي مد سياسة داد أو دي نبوء هنداد أيو أو نبوء شيء أيو إنا تبري أهي أو لفرج بدن لغال لي أهي أو نبوء باتين كرو سي آن ديبو غن نغضو بد مد قالي يدا نفتي جيدا iyo mid siyaasadeed basan sheegay oo ah xitaa in meelo la soo marsiyay in election xitaa laga shaqeynayo si aan u soo noqdo in return aan ku bedelayo badaas in aan dib u soo celiyo handadaad waa in sheegay oo xitaa la gaarsiyay in toos fargelin qaawan ka yeelo u sameeyso haday tahay cirka iyo haday tahay dhulkaba oo aan meel kasta ka dacweynay إلا ما كنت دمبه إنه هو أبو شيء جبهت
ilaa 800 gaaraysa xuduudka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Iyadan aan si wanaagsan aan ku soo afjarnay guulaha ka gaarto ciidanka xoogga Soomaaliyeed. Intaas oo idin waxay ahayd wax siyaasad u baahnayd oo lagu ilaalinayo qaranimada iyo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed. Waxaa kaloo intaas dheer, haddii dowlado aad saaxiibo wada tihiin ay murmaan ama ay dagaalaan, bacdama aan jilicsannahay, bacdama aan muddo kala qaybsanayn, bacdama leverage badan uu jiro oo nalaga soo geli karo oo aan jilicsannahay, inaan nala ogolayn inaan qaadano dhexdhexaad, taasi waa diidnay. Waana qayb ka mid ah wadaniyada iyada naftigeeda, maxaa yeelay haddii dan shaqsi ay tahay, haddee waxa ugu fiican oo qofka shaqsiga uga faa'iidaysan karo. Laakiin qofka mas-uulka ah, hadduu mabda'aas uu leeyahay patriotismka, in uu fiiriyo danta dalkiisa iyo mustaqbalka dalka, maxaa yeelay markii laba dal isqabtaan oo ay kugu khasbaan mid inaad raacdo oo aysan khasab inaad raacdo, ood weliba xiriirka u goyso oo aad samayso, waxaa kaa dhexlaya dhibkaas dadka kaa dambeeya. Ma aha wax shaqsi ku xiran, ma aha. Waa laga yaabaa shaqsiga hadduu u arko inuu ka faa'iidaysan karo uu ka faa'iidaysto, laakiin waa dhib dhaxal reeb ah oo dadka kaa dambeeya u yaalla, maxaa yeelay waxaad gashay dagaal uusan dadkaaga lahayn, yaad gashay. Waxaa idiin soo haray, taasi waxay tan siyaasadda, tan difaac. Intii oo kale aan sameeyey wax cusub maaha, wax cusub oo aan alifnay oo aan invention ku sameynay maaha. Intii hore oo dadkii hore sameeyeen unbaan buugta ka jajafnay oo aan dib u soo nooleynay, oo ahayd in ciidanka madaxa laga dhiso, maskaxda laga dhiso. Waxaa looga dhisayaa markaas madaxa ama maskaxda looga dhisayaa wadaniyada in lagu abuuro, maxaa yeelay waa in ciidankani uu yaqaano waxa uu dhimanayo inuu yaqaano. Wuu yaqaanaa, waa dhaqankiisa, qabiil inuu dhinto waa yaqaanaa. Laakiin in la baro askariga waxa uu dhimanayo inay tahay wadaniyad iyo wadankiisa wax ka weyn waxa uu yaqaan inay tahay. In la siiyo xuquuqdiisa, loo dhammaystiro xuquuqdiisa, si xuquuqdiisa loogu dhammaystirana waa in la diiwaan geliyo. Saad ogtihiin, sanad iyo bar kadib yaa meeshaan imid oo aan joogay isbuucyo aan joogay si aan u baaro waxyaabaha naga hadlaysan, maxaa yeelay askartii aan mushaaraad ka siinayna ma gaarayso, tayadii ciidankii ma fiicna, isku xirnaanshihii saraakiishii iyo dableydiina ma fiicna. Waxaan gartay marka inaan meeshaan usoo dego oo aan baaro cilladda meeshay ka jirto. Cilladda waxaan ogaaday in uusan jirinba hal gal file. Shirkadda Hormuud Telecom waxay macaamiisheeda u samaysay qiimo dhimis ballaaran xirmooyinka internetka iyo kaarka ku hadalka ee adeega Anfac Plus. Xirmada cusub ee 25 senti waxaa laga dhigay 400 MB iyo 10 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, halka xirmada 0.5-kana laga dhigay 850 MB iyo 30 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah. Xirmada halka dollar waxaa laga dhigay 2 GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 50 fariin qoraaleed. $2 waxaad ku heli kartaa 5 GB oo data ah 200 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed. $5 waxaad ku heli kartaa 12 GB 500 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 150 fariin qoraaleed. $10 waxaad ku heli kartaa 28 GB oo internet data ah 1000 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah, 2 daqiiqo oo dibadda ah, iyo 300 oo fariin qoraaleed ah. Ugu shubo EFC Plus-kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees, kadibna raac tilmaamaha.